يجوز مرة بيمشي ما خلاص نشرح لك لا خلاص يلا جوزنا وكذا خير إن شاء الله ما عاد تميز بين هو مسيحي ولا هي مسيحية بس هو سمع إنه حلال أخي حلال وسبحان الله ما أخذ من الإسلام إلا هذا الحكم في كثير مثلاً تقول له لا ما بيجوز مثلاً تفعل كذا ما بيجوز لذلك إخواني الكرام ينبغي أن نأخذ من الإسلام كل شيء لا نأخذ شيء ونترك أشياء أخرى هذا بشكل سريع في حال عندك تساؤل وتقبل الله منكم جميعا وأعاد الله رمضان